بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقضي هذه الأيام المباركات من رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أقضي يومي في رمضان بأن أخصص لنفسي جزءاً من كتاب الله تعالى، أن أقرأ كل يوم على الأقل جزء. عار على المسلم الذي يستطيع القراءة ألا يختم القرآن مرة واحدة في رمضان. وإن أخبرتكم بالفضل الذي جعله الله تعالى لكم في رمضان، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفاً من كتاب الله، من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن ميزان كبير من الحسنات، يوضع في ميزان في صحائف أعمالك، خبيئة عظيمة توضع في صحائف أعمالك. بمجرد ما رددت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبدأت الملائكة تسطر لك الحسنات، والحسنة تلو الحسنة. فهذا شهر القرآن الكريم، رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن نستغل هذه اللحظات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعكف عليه دراسة وقراءة وتدبرا وتطبيقا وعملا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.